اخوتي السلام عليكم. اليوم اول حاجه ديديكاس لخويا الشاب البشير الطلياني الارتيست ديالنا، نبغيك خويا ونموت عليك. وثاني حاجه اخوتي، اليوم غادي نمشيو اخوتي نضربوا دوره الفوت لوكر وشركه لاكوست شركه الحليب، سمعت اخوتي. المهم اليوم غادي تشوفوا معنا الاواخر اخر ما غنات امي كلتيوم. يلا اخوتي شويه ونشوفوا في المقال اخوتي. فوت لوكر شتا راه تصب بزاف، غادي ندخلوا نشوفوا اخوتي واش كاين اليوم. يلا اخوتي راكم تما فوت لوكر. ها هو ها الدور مازال ما وصلوش. كاين هذا اخوتي غادي نديو هادو، راه مازال ما وصلوش. و نادي نشوف يعني حتى الناس تاع وجدات لا نستناو الاواخر. المهم اخوتي انا هنايا في الشركه نتاع لاكوست، غادي نشوفو بحال والو نقدر نخلي نفيلميو. السلام عليكم خوتي. خوتي بالنسبه من دخلت كيما نقولوا المكازا ديال لاكوست ما تلاقيتش اللي صور لي، مي خديت شي حوايج غادي نبارطاجيهم معكم اخوتي باش تشوفوا واش راه داير في الاواخر اخوتي. وصافي ها هو اخوتي. هذا اخوتي البي ال الاولى، ها هي ها انتم اخوتي في ستيل جديد. ها انتم الستيل تاع الداخل ما كانش قبل، الا راكم تشوفوا ستيل واعر. هذه كيما نقولوا حبه ما دايراش اخوتي. انا بعدا عجبتني هذه، تقدم تكون ما تعجبكمش ما نعرف تمشي بيات. المهم كاينه هذه اخوتي، كاينه هادي اخوتي اخر ما غنات امي كلتهم شي حاجه الهربه، حتى هي ستيل جديد من الداخل. ها هي شتوها يعني شي حاجه هكا ما غاديش تبان، خصها تلبس. هادي اخوتي كي تلبس تبان واعره، هادي فهمتوا. هادي ها انتوما التويشيه ديالها، لخر بالنسبه للاكوست اخوتي. كاين كاين هذه اللخر اخوتي تاليه، ها هي في الازرق والحمر. ها هي اخوتي هكا ما غاديش تبان، هكا اخوتي ما غاديش تبان خصها تلبس. هذه هي البنطالو ديالها اخوتي كيف كيف الازرق والحمر، ولكن اخوتي خصها تلبس عاد تبان. طاي دو كاين هذا اخوتي شي حاجه الهربه خضراء اواخر، يعني ما كاينينش هذا اخوتي ما دايرينش. هما بلي بوش حاجه جديده اللي دارتها كيما نقولوا لاكوست هاد المره، لي بوش. هما تحلو انتوما السنسله، انتوما ها لاكوست من الداخل وفيها بوش دير اللي بغيت فيه كيما نقولوا زي ستي واعر ما مورقش. شت سكتينا مال امك، خلينا نكملوا مع الناس.
الصبر شو بغيت؟ يلا السقري وريناش اللي فيتيس. المهم توني نتاع خوتي ها هو نتاع هاد الخضرة هادي هكا ما غاديش يبانو خوتي. ندير شي فوتو بهم غادي نخلي لكم شي فوتو خوتي. المهم اخوتي كما شفتوا لا عنده شي سؤال شي حاجه ولا باغي يشوف شي موديل ولا شي حاجه ولا خلينا في التعليق شوفوا له ما كذا. يلا اخوتي ربي معاكم.